رجعنا لكم تحدي جديد، تحدي الألوان. لون، لونين، ثلاث ألوان، كل الألوان. ولكن هذه المرة غير. اخترنا صورة واحدة، كلنا نفس الصورة. الصورة هي بسيط. راح نسوي قرعة ونشوف مين اللي راح يطلع له لون أو لونين أو ثلاث ألوان أو كل الألوان. بس بشرط تغمضوا عيونكم تختاروا اللون. يلا نبدأ. Let's go. يلا نوزع الأوراق. متحمسين؟ أيوة متحمسين. أذكركم بالرسمة بسيط يا جماعة، طبعا من كثر ما أني فنان راح يجيب الأول إن شاء الله. أنا الفنانة، كل يوم أدعو لي أني أجيب كل الألوان. يلا جاهزين للقرعة؟ أدعو لي يا متابعين أني أجيب كل الألوان. لا أدعو لي أنا، أدعو لي أنا. يلا أنا. إيش النور ما عندها سالفة؟ أنا بكشها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا متابعين انا لونين. يس بسيط، ما يبغى له كله تمام. في لونين؟ لا لون. شوف تقول لون. اقرا اقرا يا زينب. كيف تقول لونين؟ تقول غش. لونين، لون، لون. ها لون، لون. ها سلم لونين. شوف يا لونين. ها سلم لونين. وانا ثلاث الوان. لحظه انا ثلاث الوان صار كل الالوان. تقول لون خلاص. وكمان زيدي عليها، ما تختار اللون على كذا. يا ويلك اختار لك اخضر، هذا كله اخضر. يا ويلك اللي كل الالوان عادي. انا عندي ثلاث الوان. غمضوا عيونكم تختاروا اللون. غمضي واحنا نلخبط. طيب قولي والله ما تشوف. والله ما اشوف. هذه رقم كم؟ ثلاثة. اوكي طولتي. يلا عادي عادي عادي. حلو. انا اقول لكم، انا اقول لكم. ها اضحكوا اضحكوا. الشاطر اللي يضحك بالاخير. شوفوا شوفوا، هذا لون بسيط، والاصفر لون ملابسه، وهذه لون فقاعاته. ذكاء ذكاء. انت لون واحد. يا رب يطلع لها الاصفر، تلون كله اخضر يا رب. مو صح انا كل الالوان صح؟ يعني هذه لو استعيد صح؟ لا الا كل الالوان. الحين دور سعدية وأنا بس بلخبط لها إياها. يا رب يطلع لها. لا يا سعدية. سعدية أنا قلت لك كذا. طب لحظة 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 سعدية، شيلي يدك عشان نشوف تشوفوا عينها. عاد بنرجع شيلي حطي كذا عشان نشوف. هذا رقم كم؟ إيش؟ هذا رقم كم؟ واحد. خطأ. يلا يلا لون واحد. هنا هنا لون واحد. واحد أصلا. بس فيه لون بنفسجي، ما في دمج مع ابيض بس. راح بعطيكي الابيض عشان تخلي عشان تخلي اللون خفيف شوي وتخلي الرسمه حلوه يعني بدل هذا البنفسجي. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا غمض غمض. هذا رقم كم؟ توب. خمسة صح؟ لا اختار. لا شوفها. ايوه الله عليك. واحد بنكي واحد بنكي واحد بنكي
وبينكي. ترى اللون يضبط مع اللون البينكي يضبط مع بشرة بسيطة. ايوه ايوه انا ما يحتاج اختار الوان، انا على الرايق مرتاح. اشتيل من هذا اخذ من هذا. انا نفسي اكون انا بهذا اللون عشان بشرة بسيطة. لا 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 خلاص. طيب يمكنك تدمجي. لا اوعك اوعك دحين. يا تنين صع معي ثلاث الوان. يلا نبدا. ليتس جو. يلا زي وجهك. مش في وجهك حلو. لا زعلت. وش في وجهك؟ أم أنا أول مرة أشوف بسيط نفسي نظارات. مين؟ نورة. أم أنا أول مرة أشوف سروال بسيط كالنعش. وأول مرة أشوف جسم بسيط لونه بنفسجي غامق. أول مرة أشوف سعدية بتلون لون واحد. تحديد. شوفوا يا متابعيني، خلصت التخطيط، شوفوا كيف، أعطوني رأيكم، حلو ولا مو حلو؟ أشوف. يا جماعة ترى أنا علمتكم فلوس. أول مرة أشوف بسيط بشرته بينك. يا شيخ اسكت أنت، لسه ما رسمتي شيء. بس. أول مرة أشوف بسيط لونه بنفسجي. أنا ما يهمني، أهم شيء إن تكون الرسمة حلوة. صحيح ومصحح ومصحح. الفقاعات لونه أزرق، صح ولا لا؟ صح. بس بحقي أبيض يا حبيبي. والله. يا حظ صالح كل الألوان. يا حبيبي أقول لكم اليوم، اليوم خلاص الحظ مولع. ولي شوف يا ربنا فوز، يا ربنا فوز، يا ربنا فوز، يا ربنا فوز. اول مره اشوف عند لونها البني. سرواله زي الخشب. سرواله زي الاشعاب. الاشعاب. الاشعاب اللي بالبحيره. الاعشاب. التركيز برسمتك مو التركيز بالاكل. اول مره تشوف نورة. لا 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 سمح. خلاص خلينا نسوي تحدي. ايوه خلينا. تم القب. شوف بشرة بسيط لونها برتقالي. من متى برتقالي صدق؟ يا ليلي. لا خلاص خلاص خلاص. لا ما في بلا دف. ليش؟ صح بلا دف. خرب رسمته. وش؟ خربت رسمته؟ لا ممنوع ممنوع. لا 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 استخدم الابيض عادي. الابيض عادي صح يا متابعيني؟ غش. ما هو غش. خاف احد يوسخني. وسختوني. لا لا دي مو انا. يا جماعة الله يهدي أمي. أنا مو معي. سعدية سعدية صالح سعد سلمي. شوفوا ما سلم ما عنده لون أزرق بس عنده بينك. لا هو لا شفتوه. ها ما هذا غامق. لا لا والله والله دوي لونه احنا ما شفناه. والله والله هذا لون سلم بس. هذول ألوان أحمر وبينك بس. هنا صالح الأول. لا 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 لا
كمل رسمي شيء. غشاش. راح نسوي له عقاب، راح نسوي له عقاب. طيب طيب خلاص خلاص. عقاب عقاب. أنا تخطي عقاب. دام يفزع على سلوم أبشر بيه. بالله. تفزع على سلوم هذا خطأ. ليه؟ عقاب. كل عقاب. يلا ارسم ارسم. خلفت ارسم ارسم ارسم. لا لا سادية سادية. مسكت قلمه وشخبطه كذا اللي ما يلحنش الا الملعون. ايش وزبت الرسمه. ايش قلت ملعون ما ادري. وزبت الرسمه. عندي عندي في 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 عجوز مع حكابريس رقت جبل، نزلت من الجبل ايش سوت؟ سوت سوت ضغطت بريك. في اسد كان يمشي ولقى عجوزه، قالت له عجوزه لا تاكلني لا تاكلني، قال لها ما اكل نواشف. يضحك ولا شيء ولا شيء يضحك فيها بالاخر. اجل صالح اللي يضحك سلم. أيوة. بس ينكت له صالح. بس بس سلم بس يسلك لصالح. لا هذا اسمه هذا اسمه تعزيز. تعزيز بالله. تعزيز كيف؟ تعزيز سوي. ما عندي ولا شيء. حتى لا. ولا أنا. ولا أنا. لو أنا. خلصت. توبة بعد النكت حقتي توب خلاص. لا تفرجني. خلصت. اكتبوا بالكومنت يا متابعيني سليمان أحلى رسمة. لا اكتبوا نورة أحلى رسمة. لا اكتبوا سعدية أحلى رسمة كلكم. شو شو شوفوا. بالله. لون واحد أحلى رسمة. شو شوفوا. ثلاث ألوان على الأقل. كل الألوان ولا أبدع ولا شيء. صعب. كلكم قولوا سعدية أحلى رسمة. لا نورة أحلى رسمة. لا سعدية. لا أنا سعدية. أنا بثلاث ألوان خليت أصبتي جميلة. لسه ما شفت شيء أصلا. أنا رسمتي كلها بربل بربل يعني بنفسي بربل بربل مدري. خلصنا مستعدين تشوفوا النتيجة. وترى وهذه النتيجة. طبعا هنا في خط لانه هنا مسكت القلم، القلم كان ناشف فضغطت كذا واللي يطلع موية، ومسكت الورقة كذا وطاح بس فخربت رسمتي بس بزبطها. هنا كنت برسم فراشة. ومع السلامة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسوا سلوم وسلم.